اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حاج محمد. كنت لك لابس تريكو قلتي غادي السلعه سخونه. شي اللي بان لي البرد ورا البرد على الابواب، واخا تبان لكم باقا ما كاينش البرد السي بشعيب، راه كاين دفعتي البياسه عند الخياط دابا راه شهر باش توجد. هي هذيك تجي فين تاخذيها وتخيطها يجي البرد. ايوا حنا كنفكروكم على بال معاكم باش ما تقولوش راه ناسين. ما همنا الواحد الا ما درنا شي حاجه اللي ترضيكم وتعاوننا معكم ونبهناكم لهاد الحوايج هادو، راه حنا ماشي هما روميسا ولا لا سيدي محمد. كاينه سي بشعيب، كاين حاجه واحده اخرى، من بعد 4 شهور والكليان كيطلب منا واحد القضيه حنا حققناها اليوم، من بعد 4 شهور حنا كنفكروا فيها ولكن ما لقينا ما فرض منا ما بغيناش نخسروا لك، هي المبره ديال الحريم دو طون، يعني دو طون راه بحال اللي كتبان لك مضوبله، فهمتيني السي مهبره، هي مدعونه صحيحه مدعونه طاليان، العبار ديالها 3.5 متر. هاد المبره هادي السي بشعيب ما يخفاش عليك اخويا، راه كاينين بزاف ديال المبرات وما لا نهايه ديال المبره ديال الحريم. من اللوينات ديالها كيبانين ها انت. يعني هاد اللوينات ديالها سبيسيال. هاد المبره هادي السي بشعيب كانت ب 1500 درهم، دابا 50% ديال الروميز، من وعدناكم ما بقاوش تربحوا، يعني ما بقاوش تربحوا. وباش تقولوا كنا كنربحوا 750 درهم الدوبل، هادي حتى حنا لوزين ديال الطاليان نقص لينا فيها الثمن بزاف حيت حتى هو راه كيعانوا من المشاكل. والله الا كنت غادي نقولها لي اسمح من الشيء ملي جا عندك هنا، والله الا كنت غادي نقول لك غنسولك على هذه، وهي جابت الفرصه باش نسولك عليها، يعني جا عندك وتعاوتاني تشطرتي معاه من جديد وحيتي لي شويه، هادشي اللي فهمت انا. قال لك اسيدي راه عندهم 5000 خدامه سي بشعيب، وحنايا ما كنتقضاوش بالشيك ولا بالسلف ولا بليطاري ولا بالكريدي. الحمد لله الحمد لله كيجينا داك الشيء بحال الريبه، يعني تقاتلت معاه خلصتو كاتش ماني خليها، يعني اسبيس هادشي كامل باش نتوما نطيح لكم الثمن من 1500 درهم ل 750 درهم. درهم يعني 50% 50% فاطن جلالف وتاخد. ودرتي فيها 3 متر ونص، يعني خدمت تاعيد في الثوب، ما عمري شي واحد عنده الكبده باش يقدر اللي يدير فيها 3 متر ونص، اكثريه ديالهم ونتحداهم كيديروا فيها 3 متر، ما كاينش اللي كيفوت 3 متر، هذاك اللي كيوفي السي بشعيب، اما هي 82 كيديروا فيها 92 275، اما هذاك اللي متقي الله فيهم كيدير فيها 3 متر. يعني حنا درنا لك 3 متر ونص، يعني اللي بغيت تخيطيها جلابه راه ممكن، بغيت تخيطيها قفطان ممكن، بغيت ديرها حتى لبسه ممكن. اش غادي نقول لك السي بشعيب، غير هو هاد البياسه هادي غادي ندير لك ليا انا تحدي، يعني لقيتيها قل من 750 درهم انا نعتزل، نسدو المحل ونرجعوا بحالنا. راه تقاتل لا لا ما وصلناش هادشي كامل، نعطيوها ولا كادو اسمح غير تجيبو تاخذها. لا السي بشعيب بغيت نقول لي واحد القضيه، فعلا تقاتلت على قبله وخلصت فلوس كثيره باش نجي نخدموا معاكم حنا في البرد فيها، باش طيحت عليكم قل الثمن. غير هو السي بشعيب الى شتي معنا هنايا، شوف معايا هنا الله يرحم بها والدي، هادي اللي كيدير السوق كامل، هادي مبرة اللي كاينه في السوق كامل ديال كوريا كدير 6000 ريال، ما بين هادي وهادي بحال قلتي ما بين السما والارض، الفرق ما بين السما والارض. اي باين شوف من البريو ديالو النيون ديال ديريكت فاش ابار على البريو السي بشعيب. دابا راه حطينا هادي في الميزان وهادي في الميزان، هادي فيها 2 كيلو وهادي فيها 4 وزن، هادي على قولة الله اكبر. الجراماج ديالها زايده، الجراماج ديالها علاش كيصلح؟ اول حاجه كيصحح الثوب كثر، ثاني حاجه الثوب كيولي مدعون كثر، هادي كتلصق عليك وهادي بشعيب بزاف. انا الناس اللي كيتفرجوا فيا دابا وانت يا اختي اللي كتشوفي فيا وحده منهم، كلشي كيعاني من التمزق ديال المبره ديال الحرير، طار ليكم مريح تمزقات ليا من الجناب، تمازات ليا في الخياطه، نساي هاد الهضره هادي مع هاد المبره هادي دو طون، دو طون يعني راه فيها حتى جوج لوان، كاين اللي فيها اللون هكا ولون هكا السي بشعيب، جوج لوينات بحال اللي فيها الدبور ديالها. دابا اللي بغات دير هاد الكشيطه كذلك الطراز اسمح حمد تنبتها تزعم غير تخسر فلوسها ما تخافش. كنعطيوها الضو الخضر من دابا، طرز نبت هاد الثوب هذا غتستثمري فيه الفلوس ديالك يعني وبدون خوف، عطيتك واحد الارضيه السي بشعيب اللي خصبه يعني راه بلانكري ديالها بكل شيء. حنا جربنا انا جربناها اسمح محمد عقلتي فاش جربناها جمرناها ولقيناها كتحمل 8 كيلو ديال العقاق. هاد المبره 8 كيلو اللي كتهز ديال العقاق والجار كتحمل الخدمه، يعني 750 درهم حلال فيها ماشي ثمنها، ماشي ثمنها راه من 1500 درهم 750، راه ما كناش كنربحوا 750، نزيد نفكركم ما تقولوا كنتوا كتربحوا 750، لا اختي راه حيت هي فعلا كانت غاليه في الوزين ديالها. دابا حنا خدمنا بزاف والناس كتعاني، خلصنا فلوس نقصنا فيها النص، حتى حنا نقصنا لكم، ما نكبروش كرشنا نخليوها ب 1500 درهم. ها انت السي بشعيب الاول ينسيك فلوس صراحه،
لون السيك فلو لا طومبي ديالها يا سلام. هادي تحسي براسك اول مره في حياتك لبستي المبره، واخا ديما كتلبسيها مثلا، واحد الحاجه اللي ابديه وازليه. سي بشعيب جداتك جد جداتك لبسات المبره، حيت هذه هي المبره الاصليه ماشي الكوبي ديالها. هذه دي المبره الاصليه الحره القحه هي هذه المبره. هذه حنا الكليان سي بشعيب والله الا كيبقى فينا داخ مسكين ما عرفش المبره فينا هي الناس العشاق ديال المبره. وبغيت ندير حتى واحد اللعيبه اخرى، اسمح خويا تسمح لي، ما كراش تعبر لي شي واحد باش يتاكدوا كيسمعوا شنو كنقولوا. راه ماشي كنجيو كنقولوا مثلا 3 متر ونص، نجيب لك سنتيمتر راه كنقولوا لوح لي هذيك السنتيم اخويا، كنقولوا اخو قادين بها، ماشي كنبيع لك الهضره، كنبيع لك الثوب 3 متر ونص، يعني 3 متر شي واحد يدير له 3 متر ونص السيفشي، فهمتي؟ انا معاك اخو محمد، ما عندوش الكبده اللي يقدر يدير فيها 3 متر ونص ويدير الثمن هذا ديال 750 درهم. ها هي ها واحد الله السيفشي، اييه لا شركه له، ها جوج ها جوج ها ثلاثة ها ثلاثة ها خمسة، اعطيني النص الله يرحم لك الوالد. هاو خمسة هايا الشا هايا ها ناسي 3 متر و50 ها هو ما كيحشم حتى من واحد، تمزق المترو ما كيحشم حتى من شي واحد. ها هو ما كاينش. واللوانات نتحدى شي واحد ونتحدى كاع الحريفية، أول مرة بشحال نقول هاد الهضرة ماشي ديالي ياك؟ ماشي ديالك ولكن نتحدى المعنى بانت على هاد اللوان اللي درنا فيها. يعني درنا لوينات الموضه ديال 2021 شنو غادي يكون كاين؟ نساو هذا العام ديال 2020 ما فيه بيع وشراء. شوف الصباغه ديالها انا عيما نوصف لك هذا المبراسي بصح نحس براسي انا قصرت في الحق ديالها. ومع ذلك راه شحال ديال الكليان شهاده منكم نتوما، يعني بان ما التليفون ما كيعطيش الحق ديالها الصوره حقها. نقدر بشي ولا بغيتي كان واش نسرحهم لك كامل ولا نخليهم بحال هكا؟ ما كراش اسمح الحمد لله جناني شي كاميرا نديها المعقولش كيفاش غادي يبان ليها الثوب الحماق حماق. واو شوف الكحل ديالها راه باين، الكحل غري، هذاك كحل غري فاخر، فهمتي؟ هذا هو الكحل الغري الحلطاني. ها هي الوانات اللي كيعجبوكم في الكريب راه درناها لكم في المبرة، ودرنا لكم لو شوا، فهمتي؟ عندك كينوضو المرتزقة سي بشيب ويديروا لكم حد. دابا رميساء بعض المرات ولاش كتحس بالذنب، علاش كنوريو الانسان شنو يدير وكيدير هو بالمقلوب كيولي الكليان مصيد، ولينا حنا كن ولكن حنا محمد خويا كله كيتعلق كيف كنقولوا حنا من رقبته، كل نعجه كتعلق من كره. حنا الحمد لله كنديروا الاوريجينال وكنوصل لك السلعه نيت اللي طلبت لك ولا عرضت عليك ولا خدات شي حاجه من شي بلاصه اخرى، التقليد على رقبته كيف كيقولوا حنا ما كتسالناش. وحاجه اخرى السي بشعيب راه كاين، شوف معايا هاد الويند دوزتي حاجه واحده اخرى، راه كاينه رميساء وحده راه ما كاينش 100 الله يرحم بها الوالدي، راه بزاف ديال الكليان كيقول لهم حنا رميساء كيستغلوا الباج ديالنا الاغراض ديالهم هما باش يبيعوا ويشريوا. حنا راه عندنا محل واحد هو هذا، باج واحده هي هذه، نوامر واحدين هما هادوك اللي كوموديتي في شي نمره من غير هادوك النوامر اللي تحسب لك الوصف اختي ما تلومي على راسك. حيت واحد السيده يلاه قالت لينا واحد خديت مع واحد الدريه من الانترنيت قالت لي انا خدامه مع رميساء، خدامه معنا راه غنديروا لها اختي، ودات لك 800 درهم وما صيفطات لكش الثوبه اختي. حنايا النوامر ديالنا هما هادوك، نحملين المسؤوليه ديال النويمرات ديالنا اللي كاينين. اي الرمز ديالنا هو هذا وفوق راس محمد، هي ار تاج يعني رميساء تاجها. وعطيك مبرته يعني حرير هي تاج، ما كاينش لاص ولي كنوريك حرير اوريجينال. بصحتك بصحتك المراه بصحتك صحه وراحه. شو القري شو القري؟ قري سوري اوبرجين. بالنسبه للتصاور عارفين حنا التصاور دابا راه مظلومين، هنا الفيديو الوانات راه مظلومين 90%، يعني راه كاينين المصورين غدوزو للخاص غتلقاو مع الدريات التصاور واضحين وباينين مزيان. هذه اختي واخا تكون انت ما باغاهاش غير شريها، راه غتجي واحد النهار غادي توقف عليها وما غاديش تلقاها بصفه نهائيه، غتلقاها غير ديال الشينوا اصلا، ما عندناش فيها شي حاجه كثيره. يا سي بشعيب يعني حنا ولينا كنديروا شي حاجه كثيره وفي نفس الوقت كنقولوا ماشي كثيره سي بشعيب، حيت شحال مره حنا كنقولوا راه عندنا كونتي اللي ما كيكفيش ما كيكفيش. كيفاجئنا كاع والله الا كيفاجئنا، يعني العرض طلب كثار من العرض. صراحه انا سي بشعيب انا منين عرفت الكليان ديالنا غنولي نحترمو اكثر. حنا درنا ديك الباك ديال 3000 درهم واخا هو رخيص ورخيص بزاف بالنسبه ل 3000 درهم وخداوها الناس وكان عليه اقبال. انا راه ما توقعتوش انا نمشي بديك السرعه صراحه. كتيقوا فينا ومعمرنا نخسروا لكم خاطركم ولا نخيبوا الثقه ديالكم فيها فين تلقى هاد الاولاد. وانا عاوتاني شجعتوني المره الجايه ان شاء الله ندير شي باك ديال 15000 درهم. درنا ليها السي العالمي 750 باش الكليان يقال عليها صح. حيت صراحة علاش العالم قال لي بحال هكايا كنقولوا الثمن 4-5 المرات في الفيديو
وكتبقاو تسولوا على الثمن بزاف وما كيجاوبوكمش. علاش ما كيجاوبوكمش؟ حيت هما كيسبقوا الاولويه. واحده مصيفطه على لادريس راه كتقولي ليه راه ما غاديش تجاوبك اختي على الثمن بشحال، حيت كيكون عليهم ضغط كثير في البدايه ديال الفيديو. وسمحوا لينا حنا راه ما كرهناش تكون عندنا العصا ديال سيدنا سليمان نبيعوا لكل شيء، ولكن ضروري كنزقلوا. لكن انتم ما تقلقوش علينا، خصكم بالعكس تعاونوا معنا وتشجعونا وتسولي وتعاود تسولي وتعاود تسولي. ولا ما جاوباتكش هاد النمره راه كاينين 6 نوامر يعني دوري عليهم كامل ما فيها عيب. مرحبا بك، حيت يقدر يكون واحد عامر، واحد عليه الضغط، واحد الاخر يكون مرخوف شويه. يعني غير عرفوا كيفاش ديروا تشريوا مع الاطباء الرئيسيه. الا عرفتي كيفاش تشري وتلحي وتبرصطيهم راه غادي تقضي الغرض. بزاف ديال الكليان كيسول مره جوج وما كنجاوبوش وكيقول لك انتوما ما كتجاوبوش ما كتعطيوش اهميه للكليان. لا اختي راه حيت ما عاودتيش سولتي. اجي عندنا كيوصلني 1000 ميساج، اجي عندنا المحل دوزي واحد النهار وشوفي كيفاش داري. اما اختي اي واحد باغي يبيع ويشري بالفرحات علينا على الراس والعين نجاوبو كنجاوبو كاملين ويحصل لنا الشرف. راه غير الضغط كيف قال لكم السي محمد دابا صافي، يعني بنادم على الواجده. وانا جات ونهضت فيا التونيه هذه باش قالت لك واحد الكليان البارح في اللايف قالت لك دير لها التومه السي محمد وانت راه ما خلاها غير تمشي بوحدها، غير تمشي بوحدها، دعيو معنا انتوما وغادي تمشي بوحدها. عالو ستريس ديال الخدمة هذاك، خدمة ليل ونهار. علاش؟ والله ما علاقة بالفلوس، ولينا نحسوا مسؤولية، واحدة جاية عندك من خريبكة، واحدة من العيون، وتجي تلقاك معطل في المحل ولا ما كاينش. ما جاتش. ولا المحل مسدود. اه كاينة، نكذب عليك. ولينا دابا كنحس بالمسؤولية دابا. كتحس يعني انتوما اللي انتوما اللي مخدمين. يلا غير كليان قبيله نيت فاش مشيتي كتغدى قالت لك لا والو بغيت تسمح محمد تسمح هذا. قلت لها لا لا صبري جايه وغادي يجي سمح ما تغديتش السي بشعيب على خاطري تيقني. قالت لي انا راه زربانه وطبيبه وعندها رونديفو مهم كاع وجايه تاخذ ديك الباك ديال 9000 درهم وقالت لك والو مزروبه مسكينه الله يسمح لنا الله يكون في العون. كلشي كيجري يجري راه هذه الدنيا هي داك الشيء اللي كان سيدي بشعيب بصحتكم وراحتكم. انا كنقول لك اختي الا ما خديتيش هذه المبره هذه ما عمرك تستافدي. تاخذي ديال السلام. يعني من 1500 750 درهم الميتراج ديالها 3 متر ونص. رميساء كتضمن لك هذه الارضيه هذه انفيستي فيها فلوسك يعني الطرز نبات خذي راحتك. المبره راها دو طون دو طون يعني انا بحال قلتي جوج مبرات لاصقين مهبره مدعونه الكراماج ديال الحرير زايد صحيحه. الناس اللي كتشوف شاتكم في المبره وديما كتعانيو منها كتخافوا منها على حساب كتمزق لهم حيت عندهم تجربه خايبه مع البيوت. هادي غنبينوا لكم راه حنا العكس هنا فين غادي تصالحوا مع هاد المبره ديال الحرير ان شاء الله في هاد الموديل هذا وبالصحه والراحه. معلك غير 750 درهم بصحتك وراحتك. لاله بصحه والراحه.